طبعا راح اسوي تحدي الكلشة، اللي يفوز الثاني راح يشرب بطل ماي كامل بدون ما يوقف. اوكي هذه بطلين عطشان ما يصير عطشان شيء حلو يعني، بس اللي يفوز يعني اذا انا فزت انت خسران، فانت لازم تشرب بطل كامل. اوكي لا ادري ما راح اخسر، ما راح تخسر؟ ما راح والله ما راح اخسر شيء. زين انا بقول بطلتنا بطلتكم. لا حبيبي ما يصير حافظ هذا ما يصير. فتحدي الكلمات اللي تقولها مثل بطتنا بطت بطن بطتكم ليش بطتكم بطت 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 لازم بطت بطت بطتكم مثل بطتكم بطت بطت بطتنا يي يي تكتبون على جوجل تحدي كلمات تحدي الكلمات فيطلع لكم وايد، مثلا خيط حرير على خيط شرير على حيط خريطة كريتر خوش خوش خميس خوش حوش خوش المهم فلازم تقولها خمس مرات يعني. راح نسوي شيء راندوم نختار، انا راح اختار انت تختار لي ولا انا اختار؟ اختار كل اللي تختار لي. يلا نسوي كذي راح نلف ونختار. يلا جو. لا 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 تقرا حبيبي. لا سوي شيء لا تقرا لا تشوف اقول لك. يلا ما شفت شيء. يلا شوف انا. طحين حط شوف حبه طحين حبه شغل صعب طحين حبه طحين دخن ما اعرف اي طحين حطه طحين دخن سلوى لا انا بقول هذا شنو خط تبوك طويل طبعا تبوك ما ادري احنا مرينا عليها بالسياره من الكويت ولفينا وايد المهم فاللي قاعد طلعنا من تبوك تحيه لكم كلمتي لازم اقول خط والله صعب خط تبوك خط خط تبوك طويل خط تبوك طويل خط ايش عيب يسكت يلا اوكي جاهز يلا روح احسب لي واحد ثلاث يلا واحد اثنين خط تبوك طويل خط تبوك يلا ثلاث محاولات ثلاث محاولات اوكي الحين زين يلا خط تبوك طويل خط تبوك طويل خط تبوك والله صعب قلت مرتين تفوز يلا لا مرتين سهلة مو ما جي كل واحد يطلع حق ثاني اوكي لا ما راح نشرب ماي كله خلاص خلاص زين والحين شكل عطشان من بعد اللحم اللي قراه هو راح تشوفون الفيديو قبل هذا سبت اللحم زين يلا يا شيخ بدنا اسكت واحد اثنين ثلاثة خط تب اسكت اسكت يضحكني والله واحد اثنين ثلاثة خط تبوك طويل 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 يس خليك قاعد شغل المي لحظه خليك اقول لا تقعد فوق تقعد تحت حبيبي ما كان يصير زين ايش قلت لما ما يصير الموضوع احنا نمشي احنا نسكر نحلل الفيديو زين طبعا انا فزت نقطه واحده عيسى الصبح الحين دور عيسى عيسى انا بختار لك شيء يلا لقمه وجرمه لقمة وجرمة سهل هذا الشيء يلا خمس مرات لقمة وجرمة لقمة وجرمة لقمة شو؟ لقمة يلا واحد ما أعطيك راح أربي يلا واحد راح عليك لقمة وجرمة لقمة وجرمة لقمة وجرمة شو اللقمة حبيبي يلا قلت آخر واحد قلتها ثلاث مرات خلاص فايز يلا لقمة وجرمة لقمة وجرمة والله البعض يصدق كلمتين بس والله صعب يا اخي اوه هذا حكي عندك الاختيار كان عندك الاختيار خميس الخباز خبز خمس خبز لا صعب ما تقدر زين جو جده زي جو جيزان زين جاهز يا هلا والله على جده وعلى جيزان على راسي زين ابدا جو جده زي جو جيزان جو جده زي جده
محاولة لها. هذا آخر أنا آخر كلمة راح أقولها بعدين أنت آخر شوف خلاص. يلا. أنا صعب بصراحة. تشوفونه سهل بس صعب يعني كلمات سهلة أشوف كلش سهلة يعني. الحين شنو أنت مرة واحدة فزت؟ لا هذا قاعد يتلفون. ألو؟ شفتوا يا جماعة الخير يعني وأنا قاعد أصور فيديو هم الناس يعني قاعد يشتغلوا قاعد يسوي هذا فعشان كذي يعني اعذروني. هذا هم راح تعرفونه بفيديو اللي طاف فروح شوفوا فيديو اللي طاف عشان تكون على الفيديو ليش قاعد نضحك احنا. المهم جو جدا زي لحظة سوري انت الحين بفوز مرة واحدة اي فزت مرة وانا صفر اوكي جو جدا نفس جو جيزان جو جدا جو جو جدا نفس زي زين جو جدا زي جو جيزان جو جدة زي جو جيزان جو جدة زي جو جيزان جو جدة زي جو جيزان لا 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 شوية تخلص دايز يعني أحسن ولا شيء يلا أنت اختارك أسهل شيء وروح أنا فين في الصفر روح أنا بقول من كناسي أشكال في دول وين الموضوع بس طبعا إحنا عيبة كيش دائما يغني راب وغفة شرفنا مع شريف وشر شف شريف لا 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 خيط حليل على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على حيط خليل واحد لا يجمع الموت لا شرب الماء خلص انا بشرب الماء شرب الماء شرب شرب لا كلها شوف يا جماعه هاللعبه تستفيدون منها شنو تستفيدون منها وناسه وضحك تستفيدون منها انكم قاعد تشربون ماي الماي مفيد جدا يعني المفروض الواحد وانا قاعد اسولف ايش قاعد يشرب حبيبي لا تفرح هيك زين ضحكي ما راح اشرب المفروض الواحد يشرب من اتوقع 2 الى 3 او 4 لتر باليوم يعني ومفيد جدا للواي صار دكتور على راسكم انا المهم هذا عيسى ما شربت خليني اشرب معكم وانا بطل كامله بطلناه جديد بسم الله احس بموت والله صافي ترى ترى صافي صدق ما اتوقع شيء يمكن انك انت عطشان الحمد لله اوه العيسى باقي لها شويه بسولف احنا ما خلصنا المهم يا جماعه ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه اذا استمتعتوا لا تنسون لايك وسبسكرايب تنشرون الحلقه كثر ما تقدرون اكسكيوز مي هيس خلص الماي من اللحم طبعا لا تنسوا اللايك وسبسكرايب تنشرون الفيديو وتقولون اراكم شو تبغون نسوي ومثل ما قلت لكم ان شاء الله راح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح نكمل لكم فيديوهات كل يوم كل اسبوع مره كل اسبوع فيديو كل اسبوع ايش قاعد تضرب واحد سكيورتي وتر ما قاعد طالع خلاص يمشي كل اسبوع فيديوين كل اسبوع فيديو كل اسبوع ثلاث فيديوهات على حسب اشغالنا ووقتنا ان شاء الله وما راح اوقف عنكم ان شاء الله زيدوا اللايكات زيدوا تابعونا عيسى اي كلمه حق وما يطول في الاسبوع ان شاء الله احنا بننزل لكم فيديو ان شاء الله هذا شيء اكيد 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 نحاول نقصر الوقت ونحط يعني نحاول نفضي وقتنا عشان ننزل لكم فيديو حتى لو فيديو واحد بالاسبوع بس على الاقل نكون منزلين فيديو قناه فلوكس الله يعطيكم العافيه لا تنسون تابعون عيسى على شو اسمه هذاك كويتي جيمر كويتي جيمر جيمر والمربى وقناة يوسف كويت شنو نوبر كينجر ينزلون يوميات كل يوم فيديوهات بلوجات طبعا ومبدعين باليوتيوب فهم نشجعهم يعطيكم العافية نشوفكم حلقة الجاية حبايبي يا جماعة السلام عليكم سلام